يبقى انا ممكن الاقي في صف كبير مثلا الجولز هنا موجود على الاكستنسور فيسز دي موجوده مع الروماتويد ارثرايتس. بعد كده هعمل بالبيشن للجوينت نفسه عشان اشوف اذا كان فيه اي تندرنس ولا لا، وده هشوفه طبعا مع عين العيان. وبعد كده هنعمل رينج اوف موفمنت، كل اللي انا عايزه في العينين بتوع الرينج اوف موفمنت ايه؟ ان هو يعمل فليكشن واكستنشن ويعمل سوباينيشن وبرونيشن. دي الحركات بتاعت الايد والمفصل. العيان بيقدر يعملها كويس، مفيش اي لمبيشن موفمنت تمام، وممكن نعملها ادفانس ريزيستنس برضه. خد الى اللي فات عليه. ايوه نسيت الايد عليا تمام ماشي. يبقى ده بالنسبه للايد والانسميشن. بعد كده هننزل على اللور ليمب بتاعت العيان بتاع الروماتولوجي، عايزين نشوف فيها ايه، عايزين نشوف اذا كان برضه التوفر من تحت مخصره ده ممكن يبقى موجود مع السوايسس في لور ليمب دي ولا لا. ده بقى موجود مع اي عين جاله نفرايتس. ممكن نشوف يونيلاترال رول ليمب في العين بتوع الانفستريت سندروم، ممكن نلاقي فيه فاسكولار بيبرا موجوده في العين بتوع السوايتس كلهم، وممكن برضه يبقى موجودين في اللوبس او في العين بتوع الروماتويد ارثرايتس. ممكن نلاقي فيه دايجيتال بينز موجوده على اللور ليمب، وده موجود برضه في العين مثلا حصل له انتي سبليبل سندروم وبقى عنده سكندري فيبرس. يبقى ده الجنرال اكزامينشن بتاع الروماتولوجي. مهم خالص في العين الروماتولوجي طبعا لازم اسمع الهارت، لان ممكن يبقى انا عندها كارديتس وده موجود في العين بتوع اللوبس او ليمب ساك في العين بتوع الانتيسبليبل. وممكن نلاقي العيان عنده اسمع الشفت كويس عشان الدورة الفيوجن او علشان الليزر ريبريتيشن في الاي دي اف في العين بتوع اللوبس او السكليروديرما اشهر او العين بتوع الروماتويد ارثرايتس. ممكن اعمل ابدومينال اكزامينشن في العيانين عشان اشوف دايليتد فينز عشان العيان عنده دارك هير سندروم. وفي بعض العيانين بتوع اللوبس ممكن نلاقي في سبلينوميجالي، واحنا عارفين ان العين الروماتويد الادفانس الروماتويد ارثرايتس لو لقينا عنده سبلينوميجالي هنعمل له سي بي سي، لو فيها ليكوبينيا ومع الروماتويد ارثرايتس سبلينوميجالي ده ممكن يبقى حاله فيتي سندروم تمام. يبقى ده الحاجات